موجودين في المدينة العربي من ولاية المهدية. سقيفة كحلة والديني يحكي لنا على الجو. والله جونا وحده الحقيقة في مهدية، هك ترى ناس الكل ملمومة، صغار تلعب، عائلات كبار وصغار وناس الكل معناها. عنا بلايس معناها نحوسوا فيهم، بلايس مزيانين وكل شيء، تنجموا عنا بحر مزيان برشا، اللي يجي ديجا معناها يعرف بحر المهدية أحسن بحر. ومرحبا بالناس الكل في مهدية. مرحبا. البحر المهدية قلت من أحسن البحورات الموجودة في تونس، وسقيفة كحلة معلم تاريخي أثري يعني عمره آلاف السنين تقريبا. أكيد أكيد. كما تعرف سقيفة الكحلة معناها من أشهر الحاجات في المهدية ديجا، وكهو لنا زاد جامع الكبير كما تراو دنيا حفالي، وخاصة الآمال لنا معناها ما تخافش على روحك، تحوس نرمال عادي معناها ما فيما حد شيء يخوف. وكما ترى ناس كل ملمومين، عائلات وكلهم. وانت مهدية بحق كلمة على الاخر، مهدية مزيانة برشا خاصة في الصيف معناها البحر، ومعناها العباد يجيو من البلايص الاخرين يجيو خاطر بحرنا المزيان، خاطر بحرنا محلاه. وعندنا البرج الراس، سقيفة الكحلة مشهورة، وعندنا الجامع الكبير، وعندنا البرج، معناها مهدية مزيانة برشا ومحلاها. ظهر فيك انت بنت المهدية يعني؟ اي يعني بنت المهدية، مولودة في المهدية. ومعناها مش كيما الولايات الاخرين، مهدية صغيرة برشا، مش كيما سوسة، مش كيما البقايا الاخرين. عباد يجيو يصيفوا معناها خاطرها معناها محلاة ومزيانة، ويجيو لبحرنا محلاها معناها. وانت بنت المهدية زيادة؟ اكيد. اي بنت المهدية. وما يجيش المهدية؟ اللي ما يعرفش المهدية ننصحك تجي المهدية، خاطرها بالرسمي 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 بلاصة محلاها. كلم على الولايات الاخرين وتنجم تحوس فيها. عندنا المدينة العربي، عندنا كسكروت عم بشير، عندنا شباتي منيرة. شنو الشباتي؟ انت جبت الاولى الشباتي. مهدية معروفة بشباتي، معناها العباد اكثر يجيو من البلدان الاخرين يدوروا باش ياكلوا شباتي المهدية، ومعروفة بالاكثر بشباتي. خلاص في المدينة وين سقيفة الكحلة وين الجامع الكبير في قلب المهدية. أكيد. هذا اسمه جيلات، معروف من قبل كان سيدي المسيري كان يخدم فيه. شنو؟ هذا هو، هذا جلاس اسمه جيلات. كان يخدم فيه، كان هيك يدور في القصعة بيديه ويطلع لهم جيلات من هنا. تو احنا طولنا ولينا بالموتور ونخدموا فينا هنا، وهذا هو القديم. يتسمى من أقدم الجلاس في المهدية هنا. في المهدية. حاجة بنينة، حاجة بها، ما شاء الله نشوف في برشا عبيد معناها هوني يستنوا باش ياخذوا منه. الحمد لله. الكلاس هذا شنو سوم و... كاس هذا بدينار، يكون من يتكون من سيدران. نحط فيه شوية روح الفستق وشوية مكونات أخرين، يطلعوا حاجة مزيانة على الأخر. يطلعوا حاجة مزيانة، حاجة قديمة معناها. أنت على شكون ورثتها أنت؟ والله يا ما نعرفش بالضبط، جات روسيات طلعناها، تعلمتها واني صغير، كنت صغير، عمري يجي 12 سنة. سالش معناها نطت شوية مصروف، نخدم شوية حتى لين. ولات خدمة رسمية مورد رزق؟ لا ماشي خدمة رسمية، يعني اتيديون نقرا. ما شاء الله. اتيديون نقرا، انا شوية تعصيف، نطت شوية مصروف. شنو هذا الجيلات؟ ذقته بنين مش بنين؟ والله يبيع مش خيب. بارد وباهي يعني، ومرة نذوقه. والسوم نتاعو باهي؟ باهي، تو بدينار مقبول. واحدة كلاس بدينار. احكي لنا على الجو هوني في ولاية المهدية. باهية، معبي بالتوريست، منطقة سياحية، فيها برشا بلايص باهي، البحر نتاعها باهي، معناتها منطقة سياحية ممتازة. منين جيت؟ من سيدي بوزيد. اهلا وسهلا. منين من سيدي بوزيد؟ من سيدي بوزيد مدينه. ديما تجي المهديه ولا نقرا هنا؟ اتيديون اتيديون في لفسيق. عندك برشا في المهديه؟ لا، اول عام. عجبتك المهديه؟ لا باهي. ما ندمتش اللي اخترت المهديه وانك تقرا في المهديه؟ لا ما ندمتش. بالنسبه للمهديه، منطقه معناها بقعه سياحيه معناها باهيه،
وزيد معناها فيها برشا حركيه وفيها برشا جو وفيها برشا بلايص زاد مزيانين باهين كما في تونس كامله. و يعني وحسب معناها يعني كما كي نخرج نعمل جو فهمتني وفما الجو موجود فما سهريات لاباس. احترام تحس الناس تحترم بعضها امان الاشياء هذه كل موجوده بصراحه. اي موجوده ومعناها ما شفت ما مقلقني حتى حد عندي عام معناها اول عام نجي المهديه وما قلقني حتى حد وناس محترمين ناس باهين وزيد اصحاب جو وباهين الحق باهين كلهم باهين اي كل باهين. الاجواء هون الصيفيه خاصه في سواء على السياحه تحس السياحه معناها متحركه هون ولا مش برشا يجيوا للمهديه تحسها بلاصه ما يعرفوهاش برشا كيما سوسه كيما الحمامات كذا بالرغم اللي معناها الحمامات يحكيوا معناها عندها بحارات مزيانه بلايص مزيانه. اي صحيح بلايص مزيانه كيما الحمامات وسوسه المهديه فهمتني حتى المهديه ديجا هكا تشوف معناها فما برشا عباد حتى ولاد البلاد معناها يخرجوا يعملوا جو لي زيتيديون زاد يخرجوا كيف كيف ويعملوا جو يتفردوا فما برشا بلايص مزيانه. بالنسبه للسياحه زاد حتى السياح موجودين معناها فهمتني ومعناها الكل تعمل جو يعني ما شفتش حتى مشكله ما شفتش حتى معناها حد عنده بروبليم كلها تضحك كلها تلعب كلها عامله جو. أنا اليوم جيت من بن قردان. من بن قردان خصيصا المهدية علاش؟ عندك قضية شنو اللي جابك؟ ما أكثر الحال نجي نصيف خمس أيام ناخذ خمس أيام ست أيام هنا جيت أنا والصغار و ديما تختار المهدية سمعني؟ ما أكثر الحال المهدية المنستير سوس أكثر حاجة في الساحل. كيفاش لقيت المهدية من دون مبالغة بصراحة؟ والله باهي والله تعجبني بحرها تعجبني بحر واحد تعجبني في النهار البحر وفي الليل المدينة. في الليل نعمل دور هنا شوية في الجردة هيك والله متفرهد والله لا فما حد شيء. مع الصغار. إيه مع الصغار وآمنة الحمد لله وأمور واضحة لا بس. حتى الأولاد ديما يقولوا لي هزنا المهدية هزنا المهدية. الصغار ديما المهدية. يحبوا المهدية الأولاد. نعم. ديما فما جو في المهدية في الصيف يجيو برشا صيفة. ديما هي مشكلتنا في الشتاء نرقدوا شويه مي في الصيف ديما ترجع الانيماسيون ترجع المدينه انيمي اكثر. يعني في الشتاء تموت شويه البلاصه اما ترى كانك شويه تديونات والاكثريه ولاد بلاد مي في الصيف تكثر اكثر حركه ونراو برشا عباد يجيو باش يستكشفوا البلاصه اكثر. برشا سياحه اليوم فما برشا حركيه تحسها؟ اي اكثر سورتو من بعد العامين اللي فاتوا بعد العامين اللي فاتوا كورونا وكل شيء سنين فما اكثر عباد والسياحه بدات ترجع كما قبل بشوي بشوي. بالنسبه لرايي انا يعني كمهدوي نقول اجمل ولايه هي ولايه المهديه بما اني المهديه. ولايه المهديه عاصمه عاصمه الفاطميين والجامع هذايا جامع عبيد الله المهدي فهمتني؟ وسقيف الكحله سموها سقيف الكحله علاش؟ لان احنا نقولوا سقيفه في الدار كي تبدا فما عندنا سقيفه وهي بما انها ظلمه يسميوها السقيفه الكحله. بلاد نتاع تاريخ عاصمه كيف عاصمه الاغالبه مثلا القيروان مؤسسه عام 1916 من تاسيس المهديه عام 1916 تاسست عام 1916 عن طريق عبيد الله المهدي. احنا المهديه شبه جزيره راهو وداير به البحر من ثلاث شيرات يعني تبدا من هنا هذا البحر القبلي وتدور حتى البحر الجبلي ما بين البحر الجبلي ما بين البحر القبلي بنقولوا صفيحه اللي هي كيف ما صفيحه الواحد الحصان يقول ما صفيحه هذيك ثلاثه شيرات داير بها مات المهديه. حركه اليوم البلاد الوضع طيب بالطبع الحمد لله انت تو تشوف سياحه خاصه تشوف تو اللي مات هذه معناتها البلاد تحركت شويه تشوف اللي مات هذه البلاد تحركت شويه ان شاء الله مشات علينا الكورونا ان شاء الله ربي يهزها علينا ما يرجعهاش تحس البلاد حيه. هنا تنجم تمشي على البحر الجبلي تلقى برشا عباد زاد فما برشا خاوي غاديك ما شلتكونيش الحمد لله يعني بدات تدور العجله والحمد لله.